إسرائيل تعترف بفشل خطة أتلانتس في غزة، فما هي؟ هي المرة الأولى التي يعلن فيها ذلك. الجيش الإسرائيلي يقر بغمر أنفاق حماس بالمياه بغية تدميرها، ويعلن أيضاً أن خطة أتلانتس لإغراق تلك الأنفاق بمياه البحر لم تدمر سوى بضعة كيلومترات منها، حتى إن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم إذاعة إسرائيل قالوا إنهم جاءوا إلى الحرب من دون حل حاسم لمسألة الأنفاق. الإذاعة الإسرائيلية أردفت بأنه كلما كانت الأنفاق بعيدة عن البحر اكتشف الإسرائيليون صعوبة تدفق المياه نحوها. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال كشف مؤخراً أن 80% من الأنفاق في غزة لا تزال سليمة. رد عليه الجيش الإسرائيلي بأنه لن يتعامل مع كل الأنفاق خلال الحرب، بل فقط مع تلك التي يصنفها بأنها استراتيجية. فما هي هذه الخطة؟ قالت عنها صحيفة يديعوت أحرنوت إن إعلان الجيش عن جاهزية خطة أتلانتس جاء في أعقاب تقارير أمريكية تفيد بأن الخطة لم تحقق سوى نجاح جزئي. ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أطلق على تلك الخطة اسم أتلانتس نسبة إلى الأسطورة اليونانية حول الجزيرة الغارقة. وفي بداية تفعيلها منعت الرقابة الصحف الإسرائيلية من نشر تفاصيل العملية التي تعتمد على أسلوب الغمر بمياه البحر لإغراق أنفاق غزة بعد فشل المتفجرات والروبوتات والغارات الجوية والجنود. خطة أتلانتس بدأتها إسرائيل نهاية العام الماضي، لكنها لم تحقق فاعلية وفقا للجيش الإسرائيلي كون أنفاق غزة تتحرك في اتجاهات عدة ومسارات مختلفة وتستخدم أبوابا مضادة للتفجير ومواد أخرى. ومع بداية الحرب قدرت إسرائيل طول أنفاق غزة ب400 كيلومتر، لكن تقارير تفيد أن طولها يتراوح بين 560 و720 كيلومترا، ولها نحو 5700 فتحة. فهل تقدر إسرائيل على إغراق تلك الأنفاق؟